قال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الذي يكفر بملك واحد من الملائكة كافر بجميع الملائكة، كاليهود الذين يقولون جبريل عدو لنا، يقولون لو كان الذي نزل على محمد غير جبريل لأطعناه، لكن نزل عليه جبريل وهو عدونا فلا نؤمن به. فأنزل الله هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ليس هو من جبريل هذا، وإنما هو من الله جل وعلا، وجبريل إنما هو رسول من الله موكل بالوحي. ومن الطوائف الضالة المنتسبة للإسلام من يقول إن جبريل خان الأمانة، كانت الرسالة لعلي ولكن جبريل خان الأمانة وأداها لمحمد، وهذا هو مذهب اليهود وقول اليهود والعياذ بالله.